أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي ورئيسة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال كلمة ألقتها في اجتماعات الجمعية 136 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في دكة عاصمة بنغلاديش. أكدت على أننا في منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى حلول دقيقة جادة وتسويات سلمية نهائية لمجمل الأزمات التي تشهدها المنطقة، بما ينهي حقبة طويلة من استراتيجية تدوير الأزمات وإدارتها، لا البحث عن حلول واقعية لها تؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام. ودعت معاليها إلى أهمية تبني المقترحات والالتزامات التي تضمنها إعلان أبوظبي الذي صدر في ختام القمة العالمية لرئيسات البرلمانات، وتضمينها في خطة عمل الاتحاد البرلماني الدولي للعمل كشركاء متحدين وملتزمين باستشراف وصياغة مستقبل من أجل عالم أفضل ولمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية والبيئية الكبرى التي تواجه مختلف شعوب ودول العالم.